سوق مصر، معرض يقدم مستلزمات الأسرة والمدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، تنظمه محافظة القاهرة بالحديقة الدولية في مدينة نصر بمشاركة الغرفة التجارية. محافظة القاهرة النهاردة بتفتتح معرض سوق مصر. المعرض بيضم أكثر من 250 عارض بتنسيق مع الغرفة التجارية ومع وزارة التضامن الاجتماعي واتحاد الصناعات مشروع الشباب الخريجين. حقيقة النهاردة يعني جميع العارضين يعني حاجات متنوعة، مش قاصرة بس على الأدوات المدرسية فقط ولا الملابس، ولكن هي طبعا ما تشمل صناعة حرفية. أيضا الجديد في المعرض إن هو في يعني في بعض الشركات بتتيح فرص عمل للشباب. أكاديمية 6 أكتوبر موجودة عشان يعني التحول الرقمي للمواطن، وده المنهج اللي بتنهجه الدولة خلال هذه الفترة. الأسعار النهاردة مخفضة بنسبة 60-70% في المعرض، وطبعا مدة المعرض يومين، يعني العارضين طلبوا انها تتمد لأربع أيام، وطبعا احنا وافقنا ورحبنا. الغرض من إنشاء هذا المعرض ان احنا نساعد يعني أصحاب هذه الحرف والصناعات ان هم يعرضوا منتجاتهم، نوفر لهم المكان، بنساعدهم في التسويق، بنوفر لهم أماكن، بنشوف أفكارهم إيه، هم الأفكار اللي عايزينها جديدة عشان المنتج بتاعهم يتسوق كويس. وأيضا برضو بنشجع الأسعار إنها تبقى في متناول المواطن، يعني بحيث مبقاش فيه مغالاة في بعض الأسعار. قرابة 300 عارض من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدمون الزي والكتب المدرسية، فضلا عن الحقائب والأحذية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة. ما شاء الله المعرض جميل والتقسيم بتاعته تحفة والأسعار حلوة قوي. أنا بالنسبة لبرة أي سوبر ماركت كل حاجة رخيصة، يعني سعر الدفايات ب 100 جنيه تحفة جدا، لأن أنا شاريها 245 جنيه من الأسبوع اللي فات. شوكولاتات رائعة، هاند ميد حلو. لا ما شاء الله في اسعار احلى من بره بكتير، لان انا شفت الشنط بره اسعار مهوله، هنا اسعار كويسه جدا. ويستمر المعرض على مدى 4 أيام من الساعه 10 صباحا حتى 11 مساء، والدخول اليه مجانا. الحمد لله مشاركه كويسه، وبدات الدنيا في ناس الحمد لله في اقبال على المنتجات اللي المعرض كلها بيقدمها. بنعرض زي الدراسي كله، المدرسي كله، من اول الحضانه لغايه الثانوي، اولاد وبنين بكل المراحل الدراسية يعني. ونسبة الخصم عندنا بتبتدي من 25% ل 35%. احنا بنقدم النهاردة شنط مدارس جميع الأعمار من أول كي جي 1 لحد إعدادي، وبنقدم شنط سفر كمان، وبنقدم لانشات بوكس وشنط بناتي، يعني كده بنعمل خصم 50% بحيث ان هي تبقى متناول الجميع جدا. انا شغاله في الاول اونلاين، وبعدين لقيت ان المعرض ده فكره حلوه قوي، ان انا ابدا اتعامل مع الجمهور بشكل مباشر ويبدا يشوف الكواليتي قدامي. ان في ناس عندها خوف شويه من الاونلاين، هو ما يشوفش كواليتي قدامه، فدي كانت فرصه ان هو يشوف الحاجه. يعني سوق مصر يعد واحد من أكبر التجمعات التي تجمع أصحاب الحرف الصغيرة والمتوسطة، والذين ينافسون بمنتجاتهم المنتجات المستوردة. شيرين مجدي، إكسترا نيوز.